يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في القبوريين الجهال الذين لم يدعهم أحد إلى التوحيد الخالص وقد ضيعهم وصرف فطرتهم أدعياء العلم وأهل الضلال؟ قلنا لكم كم مرة أن الدعوة إلى التوحيد انتشرت في العالم عموما وفي المسلمين خصوصا بواسطة وسائل الإعلام وبواسطة الكتب التي انتشرت تيسر طبعها وتوزيعها بكميات هائلة، وأعظم ذلك القرآن صار يطبع ويوزع بالملايين. الحجة قامت الآن وليس لأحد عذر. الدعاة إلى الله منتشرون في أقطار الأرض، لكن المصيبة التعصب، ما نقبل إلا من فلان ولا من علمائنا، هذه المصيبة، وهذا ما عليه الكثير الآن. نعم، هو الإنسان يبحث عن الحق، يبحث عن ما قال فلان وعلان من أتباعه ومن حزبه ومن جماعته، ولا يقبل الحق من غيره، هذه المشكلة. نعم.